خلينا نروح لموضوع آخر مشاهدين. طبعا يحتار الرجال باختيار ستايل الشعر اللي يليق بشكل وجوههم، فيختار أحيانا الرجال شعر طويل أو قصير وما يعرفون بشكل دقيق إذا كان مناسب مع شكل الوجه ولا لا. فاليوم معنا مصفف شهر الشعر الشهير الأستاذ وفيق صعب، فيخبرنا على الأسس اللي لازم يتبعها كل شاب لاختيار قصة الشعر المناسب. اهلا وسهلا، صباح الخير، منورنا. ثانك يو. يعني انا اتصور انه لو الزملاء يعني يعطونا هذا الوجه الجميل خلاص نقول هذا الستايل اللي اي شخص ممكن، يعني ترند وجميل. هيدا من ذوقك والله يخليك. فخلينا نبتدي معاك بكيف يختار الرجل قصة الشعر المناسبة على وجهه. أول شيء بدي أشكر ام بي سي وأشكرك، أشكر كل فريق العمل على الاستضافة. لطالما ام بي سي بيتي الثاني يعني، فبشكركم من قلبي. بالنسبة للرجل كيف يختار قصة شعر المناسبة له، أنا برأيي أنه لازم يعطي الخباز يعني خبزه، لأنه المتخصص دائما بيعرف أكثر منا نحن كأشخاص، نحن بنعمل الأشياء اللي نحن متعودين عليها، هو بيشوفنا بغير عين بغير طريقة. نعم. فحلو، فكيف فنلجأ للخبير، هو قادر انه بينصحنا. اذا هو شاطر وموهوب وانت بتوثق فيه، انا برايي انه بيقدر يختار القصة المناسبة. نعم. وخليني يعني ركز على شغلة، دائما عملية اختيار القصة المناسبة هي مرتبطة بعمر الانسان، شخصيته، شو بيشتغل، وضعه الاجتماعي، المجتمع اللي هو عايش ضمنه، امور بنكون الى حد ما مقيدين، ولكن يعني لهم حلول. ممتاز. الان احنا قاعد نشوف يعني دارج وراجع الشعر الطويل، فخلينا نبتدي معاك نشوف انه القصه المناسبه، هل احنا مثلا نحتاج تقصير، نحتاج تعديل؟ فانت الخبير موجود والحاله موجوده، ونرحب طبعا احنا بصند. اهلا وسهلا، حياك الله، ويلكم. تفضل. انا بس بدي اقول شغله بالنسبه لساني. ساني انا تعرفت عليه بالصدفه لما شفته هيك شعره طويل، وعرضت عليه انه شو رايك اخذك على الموضه، يعني الترند تغير. فهو كان بالاول خايف وقال لي انا متعلق بشعراتي كثير، وقلت له انا بوعدك انه رح يكون شكلك هو الشكل يلي كل الناس متوقعينه من هلا ورايح 2021 وطالع بالفيوتشر ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. طيب نقول بسم الله ونبدا. بسم الله. هو صراحة كان خايف كتير، بس أنا طمنته إنه رح يكون شكله حلو كتير. وهلأ كان عم يبعث لأصحابه على الإنستغرام إنه انطروني بالنيو لوك، فنحن جاهزين لنحسسه هيدا الإحساس، نعيشه الإكسبيرينس. والعدة يعني لازم احتراف. لازم. إيش راح نسوي الآن بالنسبة؟ إذا بدي أشرح شوي هيك بطريقة تفصيلية شو اللي لازم أعمله، السنة يعني 2021 على فكرة هي الموضة مش من 2021، الموضة عمرها 2019، بس شو بدنا نعمل مع كورونا يلي حرمتنا من سنة كاملة، ما خلتنا نشعر لا بالموضة ولا بغير الموضة للأسف. يعني بالمستقبل هلأ كل شيء هيك، أول شيء إذا بتلاحظ صرنا حوالي 10 سنين عم نقص كتير قصير عن الجنب، كتير فايد السكن عم بيبين، كله عنده لاين وكله رايح شعره على جنب وكذا، هيدا بالموضة الجديدة بطل موجود. كل شيء تغير هلأ دارج أكتر، عندهم تو ليفلز، يعني عنا على الأطراف شوي خفيف بس المساحة اللي مقصوصة قصيرة كتير صغيرة، وبالتالي كمية الشعر الطويل صارت أكتر. كمان معلومة بدي أقولها أنه الترند بالمستقبل شعر كيرلي، شعر ويفي أكتر بكتير من شعر مالس مثل ما كنا عم نشوف بالمراحل السابقة. هلأ في أمرار مثل حضرتك سألتني سؤال أنه كيف بيعرف الشخص شو اللي بيناسبه، أو أمرار بيتأيد، يعني مثل هلأ الشاب اللي عم أصله إذا بتلاحظ شعره ناعم، فأنا اليوم لحتى أعمله كيرلي يمكن يتطلب مني برودكت معين لحتى يصير شعره كيرلي، وإذا شعره رقيق ما رح فينا نعمله سميك. نعم. بس إذا واحد شعره سميك ممكن أنه يطلع منه شغل مختلف تماما يعني. ممتاز. طيب خلينا نبدأ شوف المقص عشان نرتاح. شوف كيف أنت رح تقصر للشعر، تخليه يعني المنطقة اللي فوق عنده رح تبقى طويلة صراحة، محور الشغل كتير عندي رح يكون بهيدي المنطقة أكثر.
وبس لحتى اوضح شغله، لانه الناس اذا مش شغلتهم يعني فنيا ما راح يعرفوا هيدي الديتيلز. شكل الراس عنده هلا هو اذا بنطلع بنلاقيه فلات من ورا. نحن بشغلنا من ضمن شغلنا لازم انا اخذ جزء من تحت من هون اقصر لحتى اوجد شكل جديد للراس، لانه كثير حلو امرار واحد اذا اخذ بالضبط صوره بياخذها هيك عن جنب بيلاقي انه راسه كثير فلات ما يبين حلو. يعني الهيد دريسر لازم يكون شوي عنده هيدي النظره، يقدر من خلال القصه يقدر يوجد شكل للراس بيطلع احلى. هلا رح نشوف هيدا الشكل، بس نخلص حنشوفه انه صار عنده اياه ساني، وعشان هيك قد ما يكون خايف رح اقول له انه رح ينبسط وما رح اوعي يخاف، وكل اصحابه حيقولوا له انه يو لوك اميزنج ان شاء الله. Are you ready? هل رح بالقص هذا رح استخدم المقص والماكينة ولا فقط مقص كامل؟ امرار ممكن نستعمل الماكينة لنحصل على شيب معين، بس إذا ما بدي غامر كتير بتقصير بلش بالمقاس، بكون متحكم أكتر بالطول، وخاصة أنه أنا هلأ ورا عنده ما بدي أعمل شكل كتير سيمتريك ولاينز وهيك، بدي إياهم يكونوا مور ناتشورال، يبين شكل الرقبة من ورا أكتر طبيعي إذا بدك. عنده فراغات شوي شعره منه كثيف، هيدا جزء كثير حلو نحكي عنه. اليوم امرار في كثير اشخاص بيكون شعره منه كثيف، فهو شو بفكر؟ ظنا منه بانه انا ما بيطلع لي ما بيطلع من شعري كثير اشياء لانه يمكن انا شعري خفيف. اليوم اذا كان الحلاق اللي عم يشتغل له يعني متمكن عنده خبره بيعرف انه امرار طريقه القص بتبين الشعر اعبى، فبيقدر الشخص يكسب قصة حلوة إذا كان اللي عم يشتغله عارفين حاله شو عم يعمل. بدأ والله بدأ الشيب يعني يبين أكثر أكيد. طيب احنا بنشوف اللوك النهائي بعد شوي، نخليك تاخذ راحتك وتركز. أوكي. يا هلا بالمشاهدين، ما شاء الله قاعد نشوف يعني التغيير اللي صار مع ستار، ما شاء الله صار الحين يعني بوليوود ستار. ها كيف تشوف الان تغييرات؟ اول انا والله اكثر حدا كنت بحاجه اني اسمع رايه هو ساني نفسه، لانه قلت لك انه كان خايف كثير، وهلا بعد ما شاف شعره هو هلا مش مصدق يعني، عم يضحك هون قلبه عم يضحك، ف ام هابي الحمد لله. خلينا نشوف بيفور اند افتر، يعني قبل وبعد. يلا ديفرنت. والله ديفرنت. إذا شفت هيك كمان أنا في شيء أنا قصدته لما كنت عم بحكي عنه، لوك داون بليز ثانك يو، هو الشيب يعني شكل الراس من ورا كثير مهم، لأنه اليوم لما بنشوف نحن بروفيل شوف قديش صارت في شيء غير. فعلا والله رائع، تسلم الأيادي. الله يسلمك يا رب. ونتمنى إن شاء الله كل يعني الشباب والرجال يختارون القصة الممتازة ويكون عندهم هذا الخبير اللي يوجههم بالطريقة الصحيحة. أنا إذا بتسمح لي بدي أطلب بس طلب، نحن بسؤول عن نحن يعني أنا بقصد الشعب العربي in general. نعم. شعب very emotional، عاطفي جدا. نعم. منتعلق بالأشياء. أنا بدي أتمنى على كل رجل شو ما كان وضعه الاجتماعي، عمره أو حتى شو بيشتغل أو مين محيطه، ما يخاف، بيقدر يروح شوي على الموضة ويضل شكله محترم ومرتب وكل الناس بتحترم الستايل اللي له، ولكن بيقدر يكون ترندي، بيقدر يكون على الموضة، بيقدر يكون عنده تاتش،
وانا دائما بعطي مثل كثير كثير هيك بسيط، السوت البدله هي ضمن اطار كلاسيكي صح؟ نعم. بس فيها تكون بدله اللي كان يلبسها جدي من زمان، نعم. وفيها تكون البدله اللي هي الترند اللي هلا، الكلر، القصه، السوت، الكرافات، يعني سوري الشيرت، الكرافات، هودي بغيره. نحن بقصه الشعر اذا بتلاحظ هلا انه انا عندي تو ليفلز، لو هلا واحد قلت له انا بدي اعمل لك تو ليفلز دغري راح يروح باله انه فيري شورت عن الجنب، نعم. لا هيدا مش انا، انا بقعد مع ناس بعمل اجتماعات كذا، بيقدر يكون شكله هيك. وعلى فكره بيقدر يكون هلا عنده فوليوم، بيقدر يكون اقل، مره بيقدر يكون ويت، مره بيقدر يكون ناتشرال، بيقدر يحصل على هيز ستايل. شكرا جزيلا، انا بتسلم الايادي حبيبي وفي، وان شاء الله تجمعنا فيك ان شاء الله لقاءات قادمه، وشكرا لساني. ثانك يو.